case 2. Suppose that z equal fxy is a differentiable function of x and y. لأنه z هو اقتران قابل للاشتقاق بالنسبة للx وبالنسبة للy. Where x equal gst, يعني هنا الx بدلالة الs والt. And y equal hst. إذا هنا أيضا الy بدلالة الs والt are differentiable functions of s and t. إذا بده يكون أنا عندي الx والy كلاهما قابل للاشتقاق بالنسبة للs وبالنسبة إلى t. Then فإن بس قبل ما نبدأ بالنتائج بدي أوضح هنا إنه أنا عندي الزد بدلالة الإكس وبدلالة الواي، والواي والإكس كلاهما بدلالة الإس والتي، فكون أنا عندي هنا الزد بدلالة متغيرين إكس وواي، فلهذا السبب حكينا partial z over partial x، partial z over partial y. وكون ال x بدلالة متغيرين s و t، فحكينا partial x over partial s، partial x over partial t. نفس الشيء هنا، كون ال y بدلالة ال s و t، partial y over partial s، partial y over partial t. هنلاحظ يا جماعة هنا بهذه العملية كاملة إنه الزد يسمى dependent variable متغير معتمد، والاس والتيم تسمى independent variables متغيرات مستقلة. فلاحظوا هنا الزد هو بدلالة الاس والتيم. ممكن تحكي لي طب ما هو احنا حكينا إنه الزد بدلالة الاكس والواي، صحيح إنه بدلالة الاكس والواي، وكانت الاكس والواي بدلالة الاس والتيم. يعني العملية النهائية إنه أنا عندي الزد بدلالة الإس والتي. فلهذا السبب لاحظ هنا عندك partial z over partial s، لأنه الزد هو بدلالة متغيرين الإس والتي. partial z over partial t. طيب بداية كيف بدي أكتب أنا partial z over partial s؟ شوف هنا عندك هي مسار S وهنا عندك مسار ثاني. إذا بداية راح نحكي partial z over partial x مضروبا في partial x over partial s، هذا الجزء الأول. بعدين بلس في المسار الثاني partial z over partial y مضروبا في partial y over partial s. إذا هيك انتهينا من partial z over partial s. الحين partial z over partial t أيضا عندي مسارين. المسار الأول partial z over partial x مضروبا في partial x over partial t plus المسار الثاني partial z over partial y مضروبا في partial y over partial t. Example, find partial z over partial s and partial z over partial t. Number one. Z equal x تربيع y تكعيب. X equal s cosine t. Y equal s sine t. طيب إذا بداية هنا partial z over partial s equal partial z over partial x. Partial x over partial s plus partial z over partial y over partial s. إذا بدنا نوجد partial z over partial x، راح يكون عندك هون 2xy تكعيب. Partial x over partial s اشتق بالنسبة للs، راح يكون الناتج cosine t. Partial z over partial y بده يكون الناتج 3x تربيع y تربيع. partial y over partial s الناتج sin t.
طيب كون يا جماعة الزد هو بدلالة الاس والتيم، إذا معناته النتائج لازم تكون بدلالة الاس والتيم، يعني لازم نتخلص من الاكس والواي. فحتى نتخلص من الاكس والواي بستبدل قيمة الاكس وقيمة الواي، فقيمة الاكس عندك هنا اس كوساين تي والواي اس ساين تي. وفي النهاية راح يكون الناتج 5 اس قوة 4 كوساين تربيع تي ساين تكعيب تي. إذا هذا الجزء الأول. الجزء الثاني بارشال زد اوفر بارشال تي، إذا راح يكون الطرف الأيمن بارشال زد اوفر بارشال اكس بارشال اكس اوفر بارشال تي. إذا أول مرة بشتق بالنسبة للإكس، بعدين هنا بارشال اكس اوفر بارشال بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتي. بلس بارشال زد اوفر بارشال واي بارشال واي اوفر بارشال تي، اذا بشتق زد بالنسبة للواي والواي بتكون بالنسبة للتي بالنسبة للاساس. اذا ما حبيت ترسم الرسمة اتوقع صارت واضحة، من اول مرة بشتق بالنسبة للاكس والاكس بتكون بالنسبة للاساس اللي عندك هون، بعدين بشتق بالنسبة للواي والواي بتكون بالنسبة للأساس اللي عندك اللي هو التي. بعد هيك بصير عندك هنا اشتقاق عادي، وفي النهاية لازم نستبدل قيمة الإكس والواي، السبب إنه الزد هو بدلالة الإس والتي. فالناتج راح يكون ماينس 2 إس قوة 5 كوساين تي ساين قوة 4 تي بلس 3 اس قوة 5 كوساين تكعيب التي ساين تربيع التي. نمبر 2 متروك إلك. نمبر 3 عندك الزد ايكوال اي ار كوساين ثيتا، الار ايكوال اس تي، الثيتا ايكوال سكوير روت اس تربيع بلس تي تربيع. طيب اذا بتحب بدون ما نرسم كيف بدي اكتب هذه القاعده، يلا بارشال زد اوفر بارشال اس. شوف لاحظ انه الزد بدلاله الاكس بدلاله الواي، اذا اول مره بدي انهي عفوا بدلالة ال R والثيتا. إذا أول مرة راح أحكي بارشال زد أوفر بارشال R، بعدين المقدار اللي هون بكتبه هون بارشال R، طب بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأساس اللي عندك هون اللي هو بارشال S. هيك انتهينا بالنسبة انتهينا من ال R، إذا انتهينا بالنسبة من ال R. الحين بعد هيك الثيتا بارشال زد أوفر بارشال ثيتا اللي هو نفس الشيء بارشال ثيتا على مين؟ على أساس إيش نفسه اللي هو بارشال إس. بعدين بشتق الزد بالنسبة للآر، يلا بالنسبة للآر شوف هذا عندك ويش كونستنت هون ومشتقة إي آر نفسه، إذا إي آر كوساين ثيتا بارشال آر أوفر بارشال إس مشتقة الآر بالنسبة للإس عندك تي. بارشال زد اوفر بارشال ثيتا هذا الاي ار مثل ما هو مشتقة كوساين ثيتا ماينس ساين ثيتا، بارشال ثيتا اوفر بارشال اس لو عندك هنا مشتقة مداخل الجذر 2 اس على 2 الجذر نفسه، 2 بتروح مع 2 فبصير عندك هنا اس على جذر اس تربيع بلس تي تربيع. وكون أن عندي هون الزد بدلالة الـ R والثيتا، إذا معناته راح نستبدل قيمة الـ R إس تي وقيمة الثيتا جذر إس تربيع بلس تي تربيع، بالتالي هذا الناتج النهائي اللي هو تي إي إس تي كوساين جذر إس تربيع بلس تي تربيع ماينس الـ S على جذر إس تربيع بلس تي تربيع إي إس تي ساين جذر إس تربيع بلس تي تربيع. طيب إذا هذا بالنسبة لبارشال زد أوفر بارشال إس،
طب بارشل زد اوفر بارشل تي، يلا بنحكي بارشل زد اوفر بارشل ار، بارشل ار اوفر بارشل تي بلس بارشل زد اوفر بارشل ثيتا، بارشل ثيتا اوفر بارشل تي. بارشل زد اوفر بارشل ار ما في داعي تعملها مرة ثانية، موجودة هون، هاي اي ار كوساين ثيتا. بارشل ار اوفر بارشل تي هو عبارة عن اس، بارشل زد اوفر بارشل ثيتا موجودة هون، هي عبارة عن ماينس اي ار ساين ثيتا. بارشل ثيتا اوفر بارشل تي عندك تي على جذر اس تربيع بلس تي تربيع، بعدين تستبدل قيمة ال ار وقيمة الثيتا. تظهر عندك الناتج اس اي اس تي كوساين جذر اس تربيع بلس تي تربيع ماينس تي على جذر اس تربيع بلس تي تربيع اي اس تي ساين جذر اس تربيع بلس تي تربيع. أربعة متروك إلك. طيب example let w equal f u v where ال u equal g s t and ال v equal h s t. معطيك u واحد وزيرو equal اثنين، v واحد وزيرو equal ثلاث، partial u over partial s عند الواحد وزيرو ماينس اثنين، بارشل في اوفر بارشل اس عند الواحد وزيرو ايكوال خمسة، بارشل يو اوفر بارشل تي عند الواحد وزيرو ستة، بارشل في اوفر بارشل تي عند الواحد وزيرو اربعة، اف يو عند اثنين وثلاث ماينس واحد، اف في عند اثنين وثلاث ايكوال عشرة. فايند W S 1 0 and W T 1 0. إذا بالبداية أنا بدي أشتق ال W بالنسبة لل S، لاحظ عندك هون أنت ال W هي بدلالة ال U وال V، إذا راح أحكي partial W over partial U، partial U over partial مين؟ الأساس اللي عندك هو partial S، بعدين بلس partial W over partial V، مضروبا في partial V over partial S. طيب الحين هنا بدي أعوض واحد وزيرو، إذا هون عندك دبليو اس واحد وزيرو، لما استبدل الواحد والزيرو هنا بإف اليو، طبعا بالنسبة لبارشل دبليو اوفر بارشل يو هو نفسه اف اليو، وبارشل دبليو اوفر بارشل في هو نفسه اف الفي، يعني الرمز اللي هون نفس اللي هون. طب بعد هيك اجينا عوضنا الواحد والزيرو، الحين نيجي نعوض احنا الواحد والزيرو فراح يظهر عندك هون اثنين وثلاث. طيب راح تحكي طيب كيف ظهرت الاثنين والثلاث، لان يا جماعة هنا لاحظ انه قيمة اليو عند الواحد والزيرو اثنين، لهذا السبب كان عندك هون اثنين.
وعند قيمة الفيم عند الواحد وزيرو هو عبارة عن ثلاث، فعشان هيك كان عندك هون ثلاث. الحين اف يو اثنين ثلاث معطيك اياه هو عبارة عن ماينس واحد. طيب الحين يو اس واحد وزيرو هذه نفسها بارشال يو اوفر بارشال اس، عند الواحد وزيرو معطيك اياه ماينس اثنين. بلس اف في اثنين وثلاث، بس خلينا نوضح مرة ثانية هنا كيف ظهرت اثنين وثلاث، انه احنا هلا لما نيجي نعوض الواحد والزيرو بالتالي هذا الجزء راح يصير قيمته اثنين وهذا الجزء هو عبارة عن ثلاث. إذن عشان هيك ظهرت عندي داخل الأقواس اثنين وثلاث. إذن اثنين وثلاث بعد التعويض الواحد وزيرو باليو وبالفي، يعني الاثنين هي قيمة اليو عند الواحد وزيرو والثلاث قيمة الفي عند الواحد وزيرو. طيب معطيك إياه هذا قيمته اللي هو عبارة عن 10. أي قيمته معطيني إياه 10. طيب الحين عندك هنا في ال اس اللي هو نفسه بارشال في اوفر بارشال اس معطيك اياه 5. اذا يا جماعة هنا لاحظ 50 و2 52. بالنسبة ل بارشال دبليو اوفر بارشال تي عند الواحد وزيرو متروك لك. وحل موجود أمامك. طيب show that، برهن أن when عندما ال f is differentiable a function of the form z equal f x y. يعني لاحظ هنا ال z هي عبارة عن f x y، يعني هنا لداخل ال f حاصل ضرب ما بين ال x وال y. satisfies the equation، نبين انه هذا الفانكشن بيحقق هذه القاعدة، انه انا عندي هنا x partial z over partial y minus y partial z over partial y equals 0. طيب هنا بدي اجي افرض انه ال x وال y هو عبارة عن t، so that معناته ال z راح يكون عندك f t. اذا هذا استبدلته ب t معناته ال z راح يكون f t. هون عملت لك رسمة توضيحية، لاحظ انه الزد بدلالة التي وعندك التيم لاحظ بدلالة الاكس ودلالة الواي. فلاحظ هون شو استخدمت هون دي زد اوفر دي تي، لانه الزد بدلالة فقط التي، لكن لاحظ هون التي كونه بدلالة الاكس والواي ف تقرأ partial t over partial x partial t over partial y، لأن t هو بدلالة متغيرين. طيب بداية بدي أوجد أنا partial z over partial x، بعدين بدي أوجد partial z over partial y وأعوض، لازم يعطيني الطرف الأيسر مساوي للزيرو. طيب نيجي هون partial z over partial x partial z over partial x، إذا معناته راح يكون عندي dz over dt مضروبا في partial t over partial x. يعني لاحظ إنه ما في عندي غير حد واحد، لأنه ما في غير x واحدة فقط، يعني ما في غير مسار واحد. الحين تعال هنا إنه partial t over partial x مشتقة ال t بالنسبة لل x هو عبارة عن y، إذا هذا الجزء عبارة عن y، فصار y مضروبا في dz over dt. طيب إذا هيك انتهينا من partial z over partial x. الحين partial z over partial y نفس الشيء، راح يكون عندك dz over dt مضروبا في partial t over partial y. partial t over partial y عبارة عن x،
إذا الناتج راح يكون عندك x في dz over dt. الحين باجي هون على الطرف الأيسر، بدل partial z over partial x بستبدلها ب y dz over dt، وبدل partial z over partial y بستبدلها ب x dz over dt. وفي النهاية راح يظهر عندك هنا حد أول حد ثاني متساويات وبينهم إشارة الماينس، وبالتالي الناتج راح يعطيك زيرو. يعطيكم العافية.